صلى الله عليه وسلم: أبشر يا مصلي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. أبشر يا مصلي، أنت من الصديقين والشهداء. هؤلاء المصلون هم أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما تارك الصلاة فمن حزب الشيطان، من حزب الشيطان، من حزب الشيطان. الصلاة خير موضوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. كان الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما في اليوم والليلة يصلي 40 ركعة، يصلي 40 ركعة، يصلي 40 ركعة في اليوم، 17 فرائض واثناشر رواتب، يبقوا كم؟ 29، واحداشر قيام ليل، 40، 40 صلاة في اليوم. عارف من تعظيم امر الصلاة ان ربنا لما فرض الصلاة فرض كم صلاة في اليوم؟ 50 صلاة، لانها فرض عظيم. كلكم حافظين الكلام ده لانكم شفتوه في التلفزيون، ان ربنا فرض الصلاة فوق سبع سماوات في ليلة المعراج، ما امرش بها في الارض، فرضت صلاة فوق ايه؟ 7 سماوات. وبعض الناس قال، بعض العلماء قال ايه؟ قال ان الصلاة فرضت مرتين، لان الرسول كان بيصلي، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان بيصلي قبل المعراج، ففرضت مرة في الارض، ولتعظيم قدرها فرضت مرة اخرى في السماء، السماء السبعة بدون واسطة. ما ربنا لم يقل: يا جبريل ابلغ محمدا اني امره بالصلاة، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى رفع محمدا، ما تصلي عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لفوق للسماء السبعة، وأمره وكلفه بالصلاة. أول ما كلفه، عارف كلفه بكم صلاة؟ 50 صلاة. يلي مستتقل خمسة، لو كانوا 50 كنت عملت إيه؟ يبقى واجب عليك تحب النبي، بتحبه؟ طب صلي عليه، علي وعلى آله الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ربنا فرض عليه 50 صعد فقال: يا رب أمتي ضعيفة فخفف عني، فخفف عن الأمة لحد ما بقت 5، وقال: لا يبدل القول لدي، 50 في العمل و50 في الأجر. اعمل 5 تاخذ أجر 50، ما عملتش هتضيع، هتضيع خالص. الصلاة، خلي بالك من دي بقى، تغيير لوجه الحياة، تغيير للفكر. أنا زمان لنا خطبة جمعة بعنوان نظارة الإسلام، هي مش عاجبة بعض الناس، لكن كنت بقول فيها إن أنت لازم عشان تعيش لازم تلبس نظارة الإسلام، تشوف بيها كل شيء، فكل شيء في الدنيا تشوفه بإيه؟ يعني إيه؟ عارف لو واحد لابس نظارة سودة يشوف الدنيا سود، حمرة يشوف الدنيا حمرة، خضرة يشوف الدنيا خضرة، لما يلبس نظارة الإسلام يشوف الدنيا. دي اسمها قضية أسلمت الحياة، اسمها إيه؟ أسلمت الحياة، أن نعيش الحياة في ظل الإسلام، فشوف الشغل بعين الإسلام، والجواز بنظر الإسلام، والأكل في نظر الإسلام، والشرب في نظر الإسلام، والأعاد والقيام والخروج والتعامل مع الناس والسلام على الناس والكلام مع الناس، كل حاجة أشوفها بإيه؟ بالإسلام، من وجهة نظر
الإسلام. اللي يغير وجه الحياة بالطريقة دي إيه؟ الصلاة. لما فوجئ قوم شعيب، تسمع عن شعيب؟ تسمع عن واحد اسمه شعيب؟ كان بيشتغل ايه ده؟ كان ايه؟ كان نبي، كان رسول، بيسموه خطيب الانبياء. والى مدين اخاهم شعيبا، فسيدنا شعيب كان نبي رسول، ارسله الله الى ايه؟ مدين، الى قوم مدين، اسمهم ايه؟ مدين. فوجئ قومه في يوم من الايام انه بيدعوهم الى التوحيد والتقوى. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم. الآيات، روح اقرأ في سورة هود كده، هتستمتع بخطيب الأنبياء شعيب، وهو عمال يجادلهم ويكلمهم ويقول لهم وياخد منهم، بيحاول. هم كانوا بيطففوا المكيال والميزان، ففوجئوا كان هو عيش وسطيهم، فوجئوا مرة واحدة كده عمال يقول لهم اعبدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، ما تطففوش المكيال والميزان، أنا شايفكم ناس طيبين، إني أراكم بإيه؟ بخير. وخلي بالك برضو قالي سبب جي معانا، ان واحد يقول لك عارف انا ما بصليش ليه؟ عشان انا بكره السنية. واحد قبل كده قال لي انت كافر، ما بصليش ليه يا كافر، فانا كرهت الصلاة عشان كده. اقول لك لو انت بتصلي للسنية ما تصليش، انت بتصلي لمين؟ ربك يا اخي، ربك، الهك اللي خلقك، مالكش دعوة بالناس. وبقول للسنية احسنوا معاملة الناس، اتقوا الله. يقول لي عم شيخ دول ما بيسلموش غير على السنية اللي زيهم، اقول لهم غلطانين وقلة ادب، سلموا على الناس كلها يا اخي. الرسول قال ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سلم على الناس كلها. انت الحجة عندنا الشرع مش السنية، صح ولا لا؟ انتوا زعلتوا؟ طب انا اسف، حقكوا علي، خلاص اصلحنا. نرجع بقى للرجل اللي ما بيصليش ده، عشان عايزينه النهاردة لازم يصلي ان شاء الله. يا رب اهدي، يا رب، يا رب اهدي كل مسلم، يا رب، يا رب اهدي كل البشر. والله 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 نحن نحب لكل البشر ان